بقصر لامونيدا بسانتياغو استقبل الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا عاهلي النرويج الملك هارلد الخامس والملكة سونيا اللذين يقومان بزيارة دولة للبلد الجنوبي الأمريكي في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى عدد من القضايا من بينها حماية المحيطات والقطبين ومكافحة التغيرات المناخية والاستثمارات في مجالات كتربية الأحياء المائية والتعدين والطاقة المتجددة والصيد المستدام. وقال الرئيس الشيلي لدينا الكثير من القواسم المشتركة لأننا نتقاسم انشغالا والتزاما خاصين سواء بالنسبة للبيئة أو المحيطات. وفي هذا الصدد ذكر بأن بلاده ستستضيف النسخة 25 من مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في دجنبر المقبل، وأعرب عن شكره للنرويج لالتزامها بالمشاركة في هذا الحدث الهام. وأشاد بينيرا بتطابق وجهات النظر بين الجانبين حول العديد من القضايا، مشيرا إلى أن الشيء الأكثر أهمية هو أننا نتقاسم قيم الالتزام بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ويعتبر البلد الجنوب أمريكي ثاني أكبر شريك اقتصادي للنرويج في أمريكا اللاتينية. حل عاهل النرويج رفقة وفد رسمي منذ يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة الشيلية في إطار زيارة دولة تستمر 6 أيام، وذلك للاحتفال بالذكرى المئوية لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.